السلام عليكم خاوتي ومرحبا بكم جديد في قناتنا YTDZ. كما عودناكم اليوم جبناكم أهم أخبار الجزائر. في الأخبار عدنا تعرفوا على إجابات الشعب المغربي حول إذا كانوا يريدون فتح الحدود مع الجزائر أم لا. اكتبوا الآن رأيكم في التعليقات كم تتوقعوا وسنخبركم لاحقا. أيضا في الأخبار المغرب تحاول جاهدة إفساد شان الجزائر 2023، فهل نجحت في ذلك؟ أخيرا في الأخبار الرئيس الإيراني يدعو الرئيس عبد المجيد تبون إلى إيران. هذه هي أبرز عناوين أخبار اليوم، بنا أبقوا معنا حتى الآخر باش تعرفوا التفاصيل. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش أرجوكم تضغطوا على زر الإعجاب وشكرا جزيلا لكم. في الخبر الأول سنحاول التعرف على إجابات الشعب المغربي إذا كانوا يريدون فتح الحدود مع الجزائر أم لا، حيث كان هنالك استطلاع للرأي حول هذه النسبة. أجرت مؤسسة البارومتري العربي استطلاع رأي حول موقف المغاربة من فتح الحدود البرية مع الجزائر، وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 67% من الشعب المغربي يريدون فتح الحدود البرية مع الجزائر، وقال 42% من المغاربة الذين تم استجوابهم أنهم يؤيدون فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، فيما قال 25% فقط منهم أنهم يؤيدون فتح الحدود بشدة، وعبر 17% منهم فقط عن معارضتهم لفتح الحدود البرية مع الجزائر. وأفاد تقرير البارومتر العربي أن نتائج الاستطلاع تظهر أن المواطنين المغربيين لا يحبذون إجراء غلق الحدود البرية مع الجزائر، وتفيد نتائج الاستطلاع أن المواطنين المغربيين في شرق المملكة المغربية يؤيدون بنسبة 90% إعادة فتح الحدود بين البرية بين الجزائر والمغرب، ويؤيدون بنسبة 94% إعادة فتح الحدود الجوية وليست البرية بين البلدين. وأكد التقرير ذاته أن المغاربة القاطنين شرق المغرب يشعرون بآثار غلق الحدود بشكل كبير، ونفس الشيء بالنسبة للجزائريين أيضا. فإذا سألت الجزائريين القاطنين في غرب الجزائر سترون أنهم يودون فتح الحدود مع المغرب أيضا. يذكر أن الحدود البرية بين البلدين الجارتين مغلقة منذ 1994 عندما فرضت الرباط تأشيرة دخول على مواطني الجزائر التي ردت بالمثل، وتم إغلاق الحدود بين البلدين بعد اتهام الأخيرة بالوقوف وراء هجمات مسلحة داخل المغرب. وأعلنت الجزائر بتاريخ 24 أوت 2021 قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب على خلفية عدائها المستمر إلى الجزائر. ووضح وزير الشؤون الخارجية رمضان عمامرة أن دوافع القرارات هي الاعتداءات العديدة والمتكررة والموثقة للمغرب التي تسببت في دخول العلاقات الثنائية في نفق مسدود، لا سيما من خلال محاولة ضرب الوحدة الوطنية، علاوة على السماح للعدو التاريخي بإطلاق تصريحات عدائية ضد الجزائر، والتي قالت لهم اسكتوا هي أنهم أدخلوا إسرائيل إلى المغرب قرب الحدود الجزائرية. وما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ وهل تودون فتح الحدود مع المغرب؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. في الخبر الآخر وبخصوص المغرب، المغرب تحاول جاهدة إفساد شان الجزائر 2023، حيث تعرضت الجزائر إلى محاولات يائسة لإفساد تنظيم بطولة إفريقيا للمحليين في نسختها السابعة، والجامعة المغربية تحاول إفساد عرس شان بخرجاتها ووصفاتها المؤثرة. البداية كانت بتهديد فوزي لقجع بالانسحاب من البطولة. لقجع طالب بتوفير خط جوي مباشر بين الرباط والجزائر من أجل التنقل واللعب داخل الجزائر. والتقارير ومواقع مغربية روجت لشائعات انسحاب الكاميرون من الشان إلى أن هذا غير صحيح. وأيضا الجامعة المغربية واصلت مساعيها لسحب الأنظار من حفل افتتاح الشان، وبعد تحديدها تاريخ 13 جانفي المقبل موعدا لسحب قرعة كأس العالم للأندية بالرباط، وهو نفس التاريخ التي ستجرى فيه شان الجزائر، والذي يتزامن أيضا مع افتتاح كأس إفريقيا للمحليين في الجزائر كما قلنا لكم. أيضا حفل افتتاح الشان بملعب نيلسون مانديلا سيشهد حضور إنفانتينو رئيس التنفيذي، وهو رئيس الكاف والموسيبي، بالإضافة إلى شخصيات رياضية وسياسية عدة. وما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع أيضا؟ وفي رأيكم ما هو سبب هذا المسعى؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. الآن دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر والأخير. الخبر الآخر الرئيس الإيراني يدعو الرئيس عبد المجيد تبون إلى زيارة إيران، فما هو سبب هذه الدعوة؟
قبل أن ننتقل إلى هذا الخبر، لا تنسوا أرجوكم الضغط على زر الإعجاب، فهذا سيدعمنا كثيرا. شكرا جزيلا لكم. وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة رئيسية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وكشف موقع العربي الجديد أن هذه الزيارة تأتي في وقت يتم التحضير فيه لعقد قمة بين البلدين. ووجه الرئيس الإيراني دعوة للرئيس عبد المجيد تبون على لسان وزير خارجية بلده دون أن يعلن موعد الزيارة. وأعرب الرئيس الإيراني في وقت سابق عن أمله في تعميق وتوسيع العلاقات الثنائية في كافة الأصعدة بين الجزائر وإيران بمن فيهم العسكرية، واعتمادي على علاقات جديدة وجيدة بين البلدين. وسبق أن دعا الرئيس الإيراني الرئيس عبد المجيد تبون إلى تنمية العلاقات على جميع الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية بين الجزائر وإيران. وقال رئيسي وهو رئيس إيران أن التعاون الحالي بين طهران والجزائر لا يليق بحجم الطاقة المتوفرة بين البلدين. وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة الانطلاق من إرادة وعزيمة قادة في الجزائر وإيران لرفع مستوى التعاون بشتى المجالات. من جهته أكد وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محربان في تصريح سابق أن طهران مستعد للتعاون في جميع المجالات مع الجزائر، لا سيما ما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية. في سياق ذاته وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في وقت سابق العلاقات السياسية الجزائرية الإيرانية بالجيدة، معربا عن أمله في تطويرها لتشمل عدة مجالات. يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيقوم بزيارة إلى روسيا قريبا جدا. وهذا الخبر أيضا حاول العديد من الأشخاص جعله زائفا وقالوا أن الرئيس لن يحضر زيارة روسيا إلى أن هذا خاطئ. وأكد ذلك الرئيس عبد المجيد تبون في مؤتمر صحفي قال فيه أنه سيزور روسيا لا محالة. وأيضا كشف الرئيس تبون أنه يعتزم زيارة الصين قريبا جدا بدعوة من بكين لدعم حظوظ الجزائر للانضمام إلى بريكس. وكما تعلمون قال رئيس الجمهورية أن 2023 ستتوج بانضمام الجزائر إلى بريكس. فما رأيكم في هذا الموضوع أعزائي المشاهدين؟ وهل تودون أن العلاقات بين الجزائر وإيران ستصبح أقوى من هذا؟ خصوصا وأن إيران تتعرض إلى العديد من العقوبات من الدول الغربية. وإذا رأوا الدول الغربية أن الجزائر تريد أن تقيم علاقات مع إيران، فربما ستتعرض الجزائر إلى العقوبات أيضا. ولكننا كما نعلم الجزائر لا تأبه أيضا ولا تأبه كثيرا لتهديدات الدول الخارجية، ويتفعل ما يليق له. أخبرونا عليكم في التعليقات حول هذا الموضوع أيضا. إخواني وأخواتي، هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الفيديو. أشكركم على المشاهدة وسنلتقي مع أخبار أخرى. إلى اللقاء.